تحية وسلاما لكل متابعينا الكرام، تحية لكل عشاق الأصالة، تحية للحضور الكريم ومشاهدينا الأعزاء عبر قنوات ياس التي تتابع هذه الانطلاقات هنا على أرضية هذا الميدان، وقنوات دبي ريسنج المتابعة لانطلاقات سباقات الهجن العربية الأصيلة. الإثارة مستمرة والمكرمة أيضا تسير هنا مع هذه التحديات وتحمل الدعم الجديد أيضا لهذه الرموز، مع إضافة العام 50 رموز الإنتاج التي تعلن انطلاقها في هذه اللحظة في هذا الشوط المخصص للإبكار الإنتاج بهذه المشاركة التي نتابعها لهذه الشعارات المتميزة التي أثرت هذه الساحة بكل قوة وتحديات من خلال هذا المسار الذي يحمل دوما كل قوتنا وانطلاقاتنا. نذهب إلى المقدمة نتابع البداية التي تعلن هناك التواجد في هذه ظبية على المركز الأول سهيل بن عويضة بن مضحية العامري، بينما المركز الثاني نعود إلى سمح حسين بن راج بن فالح بن سيف الشامسي. انتقلنا إلى المركز الثالث، وصال سالم بن سيف بن علي بن كليب الاجتبي، بينما المركز الرابع هنا نجود سلطان بن محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي، وهناك المركز الخامس ما يحمل ايضا من قوة وتحديات في هذه اللحظات ملامة مصبح بن نايع بن صاروخ النعيمي. هذه الاسماء والبحث ايضا عن هذا الرمز هنا في ارضية هذا الميدان. ما شاء الله في هذه المشاركة الأعداد المتميزة، المسافات الطويلة التي تسير بكل قوة وبكل إثارة في هذا الشوط، ما شاء الله وتبارك الله. أعود إلى المنافسة الثنائية على قمة البداية الأولى وما تحمل أيضا هذه التحديات من انطلاقات ظبية على المركز الأول. سهيل بن عويضة بن مضحية العامري يقود المقدمة، ولكن المنافس القوي الذي يشعل منافسة هذا الشوط سيب الراشد بن فالح الشامسي مع السمحة على المركز الثاني في هذا الأداء. ضبية وسمحة على المركزين الأول والثاني وأول ثلاثة كيلومترات. المركز الثالث إلى وصال سالم سيب بن علي بن كليب الاشتبي في هذه الانطلاقة. هنا ايضا شعار صعب، ولكن بقيادة الفارس سلطان بن محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الذي يعلن تواجد ايضا مع هذا الشعار ويشكل اضافة جديدة لانطلاقات شعار الصعب دائما منذ انطلاقه وتحدياته في هذه الرياضة العربية الاصيلة. المركز الخامس تبديل يبدأ، وهي الوثبة احمد بن راشد بن محمد المنصوري. هذه الأسماء الأولى، ونحن أين موقعنا الآن؟ مكاننا الآن 4.5 كيلومتر باقي على خط النهاية، وننتظر الأسماء القادمة التي تحمل دائما المشاركات بكل إثارتها وانطلاق لحظات الوصول مع منتصف المسافة وما تسير به الانطلاقات في هذا الشوط. شوط الإنتاج والمنتجين، تحديات القوة واحدا تحديات هذا النوع المميز الذي يكون الناموس فيه مزدوجا، الناموس عن ناموسين في هذه المنافسات في هذا الحرص على هذه الانطلاقة. ضبي على المقدمة وعلى الصدارة، تقود المقدمة هناك سهيل بن عويضة بن مضحية العامري. يا سلام، أول الرموز للتذكير من خلال الإضافة الجديدة في هذا الموسم، في هذا الموسم الاستثنائي، في هذه الجائزة الاستثنائية التي تحمل دائما الرغبة من الجميع بالمشاركة والانطلاقة. هناك المقدمة والتي تقود هذا البداية الأولى، هنا الضبي في أول المقدمة سهيل بن عويضة بن مضحية العامري الذي يقود هذا الأداء الجميل ما شاء الله، ويكمل المتابعة المركز الثاني. اندفاع قادم من المركز الثاني بوجود ايضا سيب الراشد بن فالح الشامسي الذي يعلن هذه الانطلاقة وهذه التحديات على ارضية هذا الميدان. ما شاء الله منافسة مقدمة بين الضبي في المركز الاول وسمحة في المركز الثاني في اندفاع.
هناك المقدمة أيضا. نعود إلى المركز الثالث نتابع ما تقدمت ومن جاءت أيضا لتكون هي الوثبة، أحمد بن راشد محمد المنصوري، ونحن في الوثبة وفي تحديات الوثبة وانطلاقاتها. نجود مع المركز الرابع سلطان بن محمد بن سلطان بن مرخان الذي يأتي بهذه اللحظات يقدم في المركز الخامس، وانطلاقة تحمل أيضا وجود العزرة أحمد بن خلفان بن بخيت المزروعي الذي يقدم هذه الأسماء. ونحن الآن مع جسر العبوري في هذه الانطلاقة 3 كيلومترات، اقترب القادمون، جاءت الأسماء، لا تزال هناك المراقبة، وأتابع بالعين المجردة الشعارات التي تأتينا في الكيلومتر الأخير لتكون الإثارة واضحة. هناك الضبي لا تزال على المركز الأول في هذه الأسماء، سهيل بن عويضة بن مضحية العامري يقود هذه المقدمة، يتواجد على الصدارة، يؤكد هنا بهدوء أنه قادم إلى الفوز برمز الإنتاج لهذه الفئة، فئة الثنايا والثمانية كيلومترات. المركز الثاني سمح، في المركز الثاني سيف بن راشد بن فالح بن سيف الشامسي، ما شاء الله على هذا الأداء الجميل وهذه الانطلاقة المتميزة. الله الله الله، المركز الثالث وصلت الوثب أحمد بن راشد محمد المنصوري، وفي المركز الرابع نطير مع العزر أحمد بن خلفان بن بخيت بالصايغ المزروعي. هناك المركز الخامس لا تزال نجود سلطان محمد بن سلطان بن مرخان مع هذا التحدي، ولكن المنافسة بدأت بدخول بيان زايد بن محمد بن قران المنصوري. يا سلام، الكل قادم، تحركت الأسماء، تابع هذه الكوكبة، شوف الإثارة التي ستأتي مع انطلاقات التحديات في هذا الشوط وما يحمل دائما من قوة وانطلاق. الله، لا تزال الضبي، لا تزال الضبي في هذا الاسم الجميل سهيل بن عويضة بن مضحي العامري. شكرا بن مضحية، ما قصرت أيضا الضبي في قيادة هذا الشوط بأدائها الممتاز بشكلها الجميل الذي يقدم هذه الأسماء. المركز الثاني، تغييرات المركز الثاني، تأتينا الانطلاقات والتحية على أرضية هذا الميدان. ما شاء الله، الوثب أحمد بن راشد محمد المنصوري، المركز الثالث بالصايغ قادم مع هذه اللحظة أحمد بن خلفان بن مخيت المزروعي. يا سلام يا سلام يا سلام، اشتدت الأمور، سارت القوة، حملت الانطلاقة، انطلقت هذه القادمة التي تسير بقوة، هي وجود جابر بن فهيب بن بجاش المري. وهنا المركز الثالث وصل هنا سلمى 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 الدكتور راشد بن حمد بالزفنة العفاري، سفير الأصالة دائما في كل مشاركاته وتحدياته. المركز الخامس تتواجد هناك أفعال الشيخ عبد الله بن حم العامري. يا سلام يا سلام يا سلام، الإثارة بن مضحية يسير مع الضبي على المقدمة، كل القلوب هنا تسير مع الضبي، تسير مع هذه الانطلاقة، تؤكد أيضا هذا الوجود. ما شاء الله ما شاء الله وتبارك الله، بكل قوة هي الضبي على المركز الأول، سهيل بن عويضة بن مضحية العامري الذي يقود هذا الأداء الممتاز. المركز الثاني بن بجاش، يتواجد هنا جابر محمد بن فهيد بن بجاش، ولكن القادمة بيان زايد محمد بن قران المنصوري. هاجم المنصوري، وصل بن قران، الخطورة تأتي من بن قران، البيان، إعلان البيان النهائي، أضبي، ولكن بيان أعلننا بيان هذا الشوط ونهايته مع هذه الانطلاقة، زايد محمد بن قران المنصوري. ما شاء الله وتبارك الله في هذا الأداء الجميل، التقدم الممتاز الذي يسير أيضا في هذه اللحظات. ولكن أتابع القادمة، مزنة سالم بن هضمان بن مبارك العامري. يا سلام، وصلت الأسامي، وصلت الأسماء، وصلت التحديات، الانطلاقات، مزنة تحركت، مزنة تحرك بن هضمان من خلال هذه التحديات، سلطان بن هضمان بن مبارك العامري
العين سلام، دار الزين سلام، المدينة الخضراء سلام، ما شاء الله وتبارك الله. هي مزنة مع مزوني، هذه الرياضة تعلن هنا انطلاقها. في المركز الأول سلطان بن هضبان بن مبارك العامري سلام، يا عيناوي سلام. المركز الثاني وجود بيان زايد محمد بن قران المنصوري. المركز الثالث ضبي. في المركز الثالث سيل بن عويض المفحي العامري. المركز الرابع سلمان الدكتور راشد بن حمد بالزفنة العفاري في هذه الانطلاق. والمركز الخامس سنتابع أيضا انطلاقته ما شاء الله. شكرا للمنتجين، شكرا لكل من ساهم في هذا الشوط ويكون أيضا بهذا الأداء الجميل والممتع للمتابعين. يا سلام، كأس الانتاج، كأس الانتاج المفتوح هنا يذهب مع هذه اللحظات بهذه المنافسة. بيان أعلنت البيان النهائي وأعلنت إطلاق هذا الشوط من خلال سلطان بن هضبان بن مبارك العامري. والتوقيت الأفضل حتى هذه اللحظة 12:16 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية. سلام يا العين، سلام سلام على هذا الشعار المتميز ما شاء الله وتبارك الله. مزنة إذن في المركز الأول. المركز الثاني كان وجود بيان، في المركز الثاني زايد محمد بن قران المنصوري. ما قصرت البيان 12:18 ثانية وسبعة من الأجزاء من الثانية. زايد بن محمد بن قران المنصوري تهانينا والناموس على هذا الأداء. بينما المركز الثالث كان وجود الضبي، في المركز الثالث سهيل بن عويضة بن مضحية العامري. ما قصرت بأدائها الجميل وإشعال المنافسة من التحدي وحتى هذه اللحظة 12:22 ثانية ستة من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس ورابع المراكز أيضا مع استكمال هذه الانطلاقات والتحديات ما شاء الله وتبارك الله. المركز الرابع سلمى الدكتور راشد بن حمد بالزفنة العفاري 12:33 ثانية وأربعة من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. وفي خامس المراكز من انطلقت أيضا وجاءت تكمل خماسية هذه الكأس الغالية.